السلام عليكم. رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي يدعو دول الخليج لتوحيد قدراتها العسكرية لمواجهة إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. حتى رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولديفن دول الخليج العربية اليوم السبت على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران. وقال جول ديفن أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي: عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هناك هو الوقت المناسب لتسوية شكاوي الماضي، الوقت المناسب هو الآن واليوم. وأضاف جول ديفن: لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نمتلك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف الماضي، بما في ذلك هجوم بالصاروخ والطائرات المسيرة استهدفت منشأة أرامكو النفطية السعودية في سبتمبر، أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت، في حين نفى طهران ضلوعها في الهجوم. وفي الأخير، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.